السلام عليكم طلاب، وياكم كلاس الباور سيستم المرحلة الثالثة قسم الهندسة الكهروميكانيكية المحاضرة السابعة. اليوم راح نحل مجموعة أمثلة عن ترانسميشن لاين اندكتنس. وياكم دكتورة سمر جعفر اسماعيل مدرسة المادة. المثال الأول: A single phase transmission line has two parallel conductors 3 meters apart. The radius of each conductor being 1 centimeter, calculate the loop inductance per kilometer of the line if the material of conductor is copper, أول مرة copper, ثانيا steel with relative permeability of 100. They يقول لي عندي single phase transmission line has two parallel conductors. فأنا اللي أتخيله إنه عندي two parallel conductors بيناتهم مسافة حسب ما هو دا يقول لي 3 متر apart. الـ radius الـ R of each conductor is 1 سنتيمتر. Calculate the loop inductance، يريد الـ inductance كاملا، هاي أولا. Per kilometer، انتبه أنه يريدها per kilometer of the line. And بحالتين، الحالة الأولى لما تكون الماتيريال copper، والحالة الثانية لما تكون ستيل. أنا عندي قانون اللوب اندكتنس هذا. إحنا بالمحاضرات من شرحنا الميو آر كنا مفترضيها دائما 1، كنا نعوض قيمتها، بس هنا لأن هو محددني بالمواد فلازم أجي أستخدم الميو آر بالنسبة للمواد. الميو آر بالنسبة للكوبر تساوي 1. قبل ما أبدي بعملية تطبيق الأرقام بالقانون اللي عندي لازم أوحد اليونت. فمثل ما تشوفون هو ناطيني المسافة بين الكوندكتورز بالمتر والمسافة الراديوس بالسنتيمتر، هي إما أحولهم اثنينهم بالسنتيمتر أو اثنيناتهم إلى المتر. أجي أعوض بالقانون، مكان ميو آر أضع 1، لوج دي على R تصير 300 على 1، قيمة الاندكتنس تكون 23.8 في 10 أس ناقص 7 هنري، طبعا هذه بير متر، هو رايدها بير كيلومتر، فلازم أضربها في 1000 فتكون 2.38 في 10 أس ناقص 3، وشال 10 أس ناقص 3 حولها للملي هنري. هذا كان المطلوب الأول. المطلوب الثاني، لما يكون يستخدم مادة الستيل بالكوندكتر، الستيل بيرميبيليتي هي 100، فنفس القانون أعوض 100 و300 بواحد نفس الأبعاد، قيمة اللوب اندكتنس راح تكون 122.8 أضربها في 1000 حتى أحولها إلى الكيلومتر، فراح تكون 12.8 في 10 أس ناقص 3، الناقص 3 أيضا أهملها وراح أقول ملي هنري. فهذا أكون استخرجت مطالب السؤال. Example 2: Find the inductance per kilometer of a 3-phase transmission line using 1.24 cm in diameter conductor. When these are placed at corners of an equilateral triangle، لما تكون هاي الكوندكتورز موضوعة على زوايا مثل ما تشوفون بالشكل اللي أمامكم، على زوايا مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلع الواحد بهم 2 متر. فبداية حمود أعرف أخلي قانون الاندكتنس of a 3-phase اللي هو هذا اللي أمامكم، اللي أحتاجه هو قيمة الدي، ناطيني إياها الدي تساوي 2 متر، وأحتاج قيمة الـ R، هو ما ناطيني الـ radius، ناطيني الـ diameter. فمثل ما تشوفون هاي الخطوة إحنا قسمنا الـ R على الـ D على 2، استخرجنا قيمة الـ R بالسنتيمتر. ولازم طبعا هم أحول مثل ما اتفقنا أنه المتر هذه أحولها للسنتيمتر، فالـ D تساوي 200 سنتيمتر، أو أحول الـ radius إلى المتر. أعوض بالقانون 200 على 0.62، القيم اللي استخرجتها،
هذه القيمة احنا اتفقنا انه من القانون تطلع دائما بير متر، اللي رايده بالسؤال هو بير كيلو متر، فاجي اضربها في الف تطلع عندي 1.2 في 10 اس ناقص 3 هنري، وبهذا اكون حسبت قيمة الاندكتنس. Example 3. The three conductors of three-phase line are arranged at corner of a triangle of sides 2 متر 2.5 متر و 4.5 متر. يقول لي انه عندي three-phase line بها three conductors موضوعة على زوايا مثلث، الأبعاد بين الكوندكترز مثل ما مثبتة أمامكم. Calculate the inductance per kilometer of line when the conductors are regularly transposed. إحنا إذا تذكرون شرحنا المحاضرات قلنا إنه إذا كانت المسافات بين الكوندكترز غير متساوية فمعناها تكون asymmetrical spacing، فمن الطبيعي انه اقوم بعملية الترانسبوزيشن حتى اساوي فرق الجهد بين الكوندكترز على طول الخط. فالترانسبوز هو دائما يحدث بحالة الانسيمتريكال سبيسينج. الدايمتر of each conductor is 1.24 سنتيمتر. فبداية اجي اشوف المسافات اللي هو ناطيني اياها، مثل ما تشوفون هذا كوندكتر 1 و2 و3، D12, D23 وD31 اللي هو مثل ما نفصلها هنا أنا أمامكم بالحل. الراديوس استخرجه لأنه هو ناطيني الدايميتر 1.24 على 2 يساوي 0.62 سنتيمتر. استخرج الدي إكوفلنت اللي هو D12 وD23 وD31 كلها تحت الجذر الثالث، القيمة تكون 2.82 بالمتر، احولها للسنتيمتر. هسه صار عندي الراديوس كامل، الدي ايكوفالنت استخرجتها، اجي اعوض بالمعادلة الاندكتنس هذه اللي امامكم بالدي ايكوفالنت والدي ار، تطلع عندي الاندكتنس تساوي 12.74 في 10 اس ناقص 7 هنري. الاندكتنس بير فيز بير كيلومتر، راح اضرب مقدار الاندكتنس اللي استخرجتها في الف، راح تكون تساوي 1.274 في 10 أس ناقص 3، أشيل العشرة أس ناقص 3 وأقول ملي هنري، وهذا أكون استخرجت قيمة الاندكتنس for three phase asymmetrical spacing. ننتقل الآن إلى example 4. Calculate the inductance of each conductor in a three-phase three-wire system when the conductors are arranged horizontal plane. The three conductors with three-phase تكون مرتبة بشكل أفقي with the spacing D13 مثل ما تشوفون أمامكم، D13 قايل إنه هي 4 متر، وD12 وD23 تساوي 2 متر. The conductors are transposed and have a diameter of 2.5 سنتيمتر. الخطوة الأولى أحصل على radius أقسمه على 2، أقسم الدايميتر على 2 أحصل على radius اللي هي 1.25 سنتيمتر. المسافات غير متساوية وعندي 3 phase، إذن لازم أستخرج ال D equivalent. لازم أستخرج ال D equivalent وتساوي الجذر 2 في 2 في 4 للجذر الثالث، وتساوي 2.5 متر، أحولها أيضا إلى سنتيمتر. بعد ذلك أجي أطبق القانون بالإندكتنس، النتيجة تكون 11.1 في 10 أس ناقص 7. طبعا هو هنا كان قايل لي إنه يريدها بير كيلومتر، إذا ما قايل لي أنا ما أحولها للبير كيلومتر، بس هنا بالسؤال هو ما قايل إنه أحولها بير كيلومتر، بس إحنا هنا نضربها في ألف نحولها بير كيلومتر تصير 1.11 في 10 أس ناقص 3، أرفع العشرة أس ناقص 3 أحولها إلى 1.11 ملي هنري، هذا أكون حصلت قيمة الإندكتنس لهذا المثال.
Example 5. Two conductors of a single phase line, each of 1 cm in diameter. عندي two conductors بالsingle phase. فعمد أخلي بالي القانون. 1 cm in diameter. قطرة 1 cm. Are arranged in vertical plane with one conductor mounted 1 meter above the other. شوفون انه هذا كوندكتر A وهذا هو A داش، المسافة بيناتهم 1 متر أو 100 سنتيمتر. A second identical line is mounted at the same height as the first and is spaced horizontally 0.25 متر. يقولي أكو عندي سيركت ثانية كوندكتر آخر على بعد مسافة 0.25 متر أو نقدر نقول 25 سنتيمتر بنفس البعد اللي موضوع به الكوندكتر A. The two upper and lower conductors are connected in parallel. تكون مربوطة على التوازي. Determine the inductance per kilometer of the resulting double circuit. أنا من أعرف إنه أنا دا أشتغل بالدبل سيركت. هالحالة رأساً يتراود ذهني مفهوم الGMD، السيلف GMD والميوتشوال GMD، ما طول صارت دبل سيركت. فبالبداية راح يجي يستخرج نصف القطر لأن هو ناطيني الدايميتر، فواحد تقسيم اثنين يساوي 0.5 سنتيمتر. فالجي ام ار بهالحالة راح تساوي R في 0.7788، فهذه قيمة السيلف جي ام ار أو مثل ما سميناها بالمحاضرات أيضا ال R داش. هسه أجي أستخرج الدي اس. الدي اس راح تساوي دي اي اي و دي بي بي دي اي اي داش دي اي داش اي داش و دي اي داش اي. المسافة بين A و A داش معروفة مثل ما هو ناطيني اياها 100 سنتيمتر، وبين AA يعني ال DAA وهي نفسها ال DA-A- وقلنا هي نفسها ال R- اللي انا حصلت عليها. ال mutual between A and B راح تكون كالآتي: DAB، تعالوا نجي نشوف DAB هذه المسافة اللي هي معروفة عندي، و DAB داش هذه هي المسافة DAB داش. هاي المسافة شلون استخرجها؟ أنا من أعطيني هذا السؤال، وناعطيني 100 هذه اللي هنا، هذه 100 وناعطيني هنا 25. فال DAB مثل ما تشوفون هنا يمكم بالمثال موضحة، قايل إنه DAB هي نفسها DA-B اللي هي هذه اللي هنا. وتساوي 25 زائد 100 تحت الجذر التربيعي، هذه هي نظرية فيثاغورس، تطلع هاي المسافة هي 103 سنتيمتر. أجي أستخدم هاي المسافة DAB. DAB هي 25 و DAB داش هي 103 مثل ما حسبناها، و DA داش B أيضا هي 103، و DA داش B داش هذه اللي هنا أيضا 25 سنتيمتر. فال DM راح تكون بهالحالة 50.74 سنتيمتر. هسه أجي أطبق القانون، حصلت ال DM وحصلت ال DS، فراح تكون عندي قيمة الاندكتنس هي 0.42 في 10 أس ناقص 6 هنري حتى أحصل اللوب اندكتنس، وهو أيضا يريدها بير كيلومتر، فراح أضرب في 2 اللي هي اللوب قيمة ال 0.42 وأضرب في ألف حتى أحولها للكيلومتر، بصير ملي هنري 0.84 ملي هنري بير كيلومتر، فهذا أكون حسبت الاندكتنس. المثال السادس example 6، الشكل اللي أمامكم
shows the spacing of double circuit. Double circuit, three-phase overhead line. The phase sequence is ABC, and the line is completely transposed. The conductor radius is 1.3 cm. Find the inductance per phase per kilometer. أريد أحسب inductance per kilometer. GMR بداية أحسب GMR لأن عندي double circuit راح يكون 1.3 اللي هو radius اللي نعطينا. P0.7788 يساوي 1.01 سنتيمتر. هسه راح أهيئ المسافات. أنا عندي مسافات محسوبة وأكو مسافات غير محسوبة. راح أجي أهيئها. فالمسافة بين A و B داش اللي هي تمثل هذه المثلث. بس لو أجي أكمله هذا المثلث القائم الزاوية وأستخدم نظرية فيثاغورس. هذا البعد 3 وهذا البعد 6 متر. فمثل ما تشوفون الدستنس بين A و B داش راح تساوي 6 تربيع إذا أنت 3 تربيع تحت الجذر التربيعي وتساوي 6.7 متر. بالنسبة للمسافة بين A و A داش مثل ما تشوفون أمامكم مسافة بين A و A داش هذه D A A داش راح تكون أيضا 3 زائد 3 لو أجي أكمل هذا المثلث وهذا الضلع راح يصير 6 متر كله وهاي المسافة عندي منها هي أيضا 6 متر وحسب نظرية فيثاغورس المثلث قائم الزاوية قيمة الدستنس راح تكون 8.48 متر. الجيومتريك مين دستنس أول شيء أستخرجها أيضا راح تكون DS1, DS2 وDS3. بعد ما هيئت المسافات أمامكم هسه راح نجي نطبق القوانين. إحنا اتفقنا إنه DS1 والDS2 والDS3 هي عبارة عن self GMD in position 1 و 2 و 3 respectively also DS same for all these phases. فنجي نحسب DS1 اللي هي بالنسبة للكوندكتر A. اتفقنا انه ال DAA وال DA داش A داش هي نفسها ال R في 0.7788 واللي هي نفسها ال DBB وال DB داش B داش وال DCC وال DC T داش C داش C داش أنا عندي الحسابات مال الأبعاد حسبتها مسبقاً هذه أعرفها موجودة عندي A A داش اللي هي هذه المسافة حسبناها أعوضها كلها بالقانون قيمة ال DS1 اللي هي نفسها ال DS3 لأن ال positions مال conductor C يقع نفس ال position مال conductor A فكانت DS3 هسه لو أحسبها تطلع نفس القيمة. ال DS2 هي للكوندكتر B. للكوندكتر B قلنا ال BB وال B داش B داش محسوبة تبقى المسافة بين B و B داش. هسه لو أجي هنا على المسافة بين B و B داش و B داش B راح تكون 6 متر. فأعوض مثل ما تشوفون هذه الستة وهذه هي حساب ال self. النتيجة تطلع عندي 0.246 متر. بس أجي أضع DS1 وDS2 وDS3 قيمة الDS total راح تكون 0.27 متر. بعد ما أنهيت حساب الDS هسه أجي لازم أحسب الDM. الDM هي هذا قانونها أو الميوتشوال GMD قانونها هو ال DAB DBC وDCA كلها تحت الجذر الثالث. نشوف إنه المسافات DAB وDBC وDCA مثل ما تشوفون بهذا الشكل DA مع DB ودي بي داش. أنا استخرجت طبعاً
هاي القيمة قبل شوية من الحسابات نظرية فيثاغورس، و دي اي داش مع الدي بي والدي بي داش، هاي المسافة اعرفها 3 متر، وهاي ايضا استخرجتها من القانون اللي هي 6.7 نفسها هذه 6.7 لان نفس الابعاد. اجي اعوضها استخرج قيمة الدي اي بي واللي هي نفسها الدي بي سي، لو ارجع احسبها تقدرون تحسبوها للتأكد. دي سي اي راح تكون بهالحالة اي مع سي، عفوا سي مع اي، هاي المسافة اللي هي 6 متر 3 زائد 3، ودي سي مع اي داش اللي هي ايضا 6 متر. عندي ايضا دي سي داش مع اي اللي هي ايضا 6 متر، وسي داش مع اي داش اللي هي ايضا 6 متر، فتشوفون انه 6 في 6 في 6 كلها للجذر الرابع، النتيجة تكون 6 متر. فاجي احسب الدي ام، الدي ام راح تساوي 4.48 في 4.48 في 6 كلها تحت الجذر الثالث، ويساوي 4.94 متر. عليه الاندكتنس بير فيز بير متر راح تساوي 10 اس ناقص 7 في 2 لوج دي ام على دي اس اللي استخرجتها من القوانين، وتساوي 4.94 في 0.275 على 0.275 ويساوي 5.7 في 10 أس ناقص 7. حتى أحول الاندكتنس بير كيلومتر أضربها في ألف، أحول الهنري للملي هنري، القيمة النهائية للاندكتنس راح تكون 0.57 ملي هنري بير كيلومتر. بعد أكون وجدت قيمة الاندكتنس المطلوبة بالسؤال. Example 7. Find the inductance per phase per kilometer of a double circuit 3-phase line shown in figure. مثل ما تشوفون عندي 3-phase double circuit مثل الشكل الموضح أمامكم. The conductors are transposed and are of radius 0.75 of each. The phase sequence is ABC. هذا المثال هي طريقة الحل فكرتها تشبه المثال اللي قبله، لكن طريقة حساب الأبعاد الكونفيجريشن يختلف. هناك كانت اللاين واحد، هنا تشوفون انه البي درافتد شوية، زحف شوية عن الاي والسي، فراح يصير عندي الفكرة هنا شلون احسب الأبعاد. فبداية احسب الجي ام ار او السيلف جي ام ار اوف كوندكتنس، كوندكتر 0.75 في 0.7788 ويساوي 0.584 سنتيمتر. هسه اجي احسب المسافات. الديستنس بتوين A and B اللي هي هذا بتوين A and B ايش راح تساوي؟ راح تساوي لو اشوف هي وين تقع بيا مثلث، راح اشوف هذا هو المثلث اللي راح تقع بي، فهاي المسافة أنا أعرفها هي 3 متر نفسها، بس بقى أريد أعرف هاي المسافة اللي هنا عندي شقد. شو راح أحسب هاي المسافة؟ أقول أنه يطبعون على هذا الشكل أنه المسافة من A إلى C، وأجي أسقطها على هذا البعد راح أشوف أنه هاي المسافة هي 4. المسافة من B إلى B داش هو ناطيني إياها 5.5، فأقول 5.5 ناقص 4 راح تساوي 1.5. هاي 1.5 تتضمن هاي المسافة وهاي المسافة، فحتى أستخرج وحدة بيهم بس أحتاج أن أقسم 1.5 على 2 وراح تساوي 0.75 متر. فعليه هذا المثلث صار 3.75 من المتر. فمثل ما تشوفون نظرية فيثاغورس بهذا المثلث الصغير راح تصير 3 تربيع زائدا 0.75، الكل تربيع وتساوي 3.1 متر.
هاي بالنسبة للمسافة بين A و B. هسا بدي أحسب المسافة بين A و B داش، هذه اللي هي A و B داش. أيضا الارتفاع العمودي بهذا المثلث، هذا المثلث اللي هسه راح استخرج منه المسافة اللي هو الوتر. المسافة العمودية أنا أعرفها 3 متر، بقى أريد هاي المسافة اللي هي من الزاوية إلى حد البي داش. أنا عرفت أنه منا إلى هنا إذا سقطنا المسافة مع الـ A و C داش على هذا المستقيم هنا راح تكون 4 متر، وأنا عرفت من خلال الحسابات أنه هاي المسافة هي 0.75 متر، فعليه المسافة قاعدة هذا المثلث راح تكون 4.75 متر. فمثل ما تشوفون أمامكم راح تكون قاعدة نظرية فيثاغورس 3 تربيع زائد 4.75 تربيع كلها تحت الجذر الثاني، وهاي المسافة راح تكون 5.62. بس بقت عندي مسافة أيضا أريد أستخرجها، أنا متأحتاجها بالحسابات، اللي هي AA داش، هي هذه المسافة DAA داش اللي هي تساوي عندي هذا أعرفه 4 متر، هنا 3 و3 المسافة اللي هي 6 متر. فستة تربيع زائدا 4 تربيع تحت الجذر التربيعي تساوي 7.21 متر. حصلت المسافات اللي راح احتاجها بالحل. هسه اجي احسب الدي اس، يعني عندي دبل سيركت، فالدي اس راح تساوي دي اس 1 دي اس 2 دي اس 3 كلها تحت الجذر الثالث. الدي اس 1 هي تمثل الكوندكتر A، فراح تكون دي اي اي دي اي داش اي AA داش دي A داش A داش و دي A داش A. اتفقنا انه ال DA وال DAA هي عبارة عن self GMD مثل ما حسبناها سابقا. بعد ما نعوض نشوف انه قيمة ال DS1 راح تساوي 0.205 متر، واللي هي نفسها ال DS3. ال DS2 هالحالة راح تساوي دي بي بي ودي بي بي داش دي بي داش بي داش ودي بي داش بي كلها تحت الجذر الرابع. طبعا احنا الدي بي بي والدي بي داش بي داش قلنا هي نفسها الار داش او السيلف جي ام دي اللي حسبناها بداية المثال بدينا الحل، والدي بي بي داش ايضا احنا حسبناها لما تشوفون هو ناطيني اياها اصلا بالسؤال اللي هي دي بي بي داش. أضع دي اس 1 ودي اس 2 ودي اس 3 كلها تحت الجذر الثالث وأستخرج قيمتها اللي هي 0.195 متر. هسه أريد أحسب الميوتشوال جي ام دي. الميوتشوال جي ام دي راح تساوي الدي ام اللي هي دي اي بي في الدي بي سي والدي سي اي كلها تحت الجذر الثالث. هاي الابعاد ايضا كلها احنا حسبناها بداية الحل، فاجي اطبقها مباشرة. دي اي بي هي دي اي بي هي المسافة مع دي اي بي ودي اي بي داش، ودي اي داش للبي ودي اي داش بي داش. بالنسبة للـ AB وأجي أعوضها مثل ما حسبتها تطلع 4.17 متر، واللي هي نفسها لو أجي أحسب الـ DBC. تبقى عندي الـ DCA أيضا بين الـ C والـ A، فالـ C مع الـ A هاي المسافة هي 6 متر، والـ CA داش اللي هي 4 متر، ونفس الشيء ما بين ال A داش C داش وال A داش وال C.
السي داش اف 1 والاي تطلع القيمة 4.9 متر. اجي اعوض القيم اللي استخرجتها بقانون الدي ام، الدي ام تساوي 4.4 متر. طلاب كلش مهم ان هاي الارقام تدقوها بايدكم بالحاسبة وتشوفون النتيجة على مود يكون عندكم ثقة ان حلكم حيكون صحيح. الاندكتنس بير متر راح تساوي 10^7 × 2 لوج دي ام على دي اس. انا استخرجت قيمة الدي ام والدي اس اعوضها راح تطلع عندي الاندكتنس تساوي 0.623 × 10^3 ملي هنري. بالسؤال رايد لي بير كيلو متر، فاضرب في الف النتيجة راح تكون 0.623 ملي هنري، وهذا اكون حسبت الاندكتنس for a 3 phase double circuit بهذا الكونفيجريشن اللي امامي. Example 8. The inductance per phase per meter for a 3-phase double circuit and double circuit line whose phases conductors are radius of 5.3 cm in horizontal conductor arrangement مرتبة بشكل أفقي مثل ما تشوفون بالشكل أمامكم. هذه هي A, B, C وال السيركل الثاني هي A' B' و C'. فبداية نحسب الـ GMR اللي هي نفسها الـ R' 0.7788 في الـ R وتساوي راح يحولها مباشرة للمتر راح تساوي 0.0413 متر. الـ Self GMD للفيز الواحد راح تكون ds تساوي ds1 ds2 ds3 كلها مرفوعة للجذر الثالث. ال ds1 اللي هي for phase A لو اجي اشوف هي daa daa داش daa داش a داش و daa داش a اللي هي ما بين a و a داش. تشوفون المسافة شقد daa A' راح تساوي 8 × 8 × 8 وتساوي 24 متر. ال DAA وال DAA'A'A' هذه راح نعوضها وهي المسافة هي 24. بالنسبة ل DS2 اللي هي للكوندكتر B فتشوفون إنه المسافة ما بين B و B' هذه راح تكون دي بي ودي داش راح تكون 8 × 8 × 8 وأيضا تساوي 24 متر. فتكون النتيجة نفسها 0.995. ونفس الحالة بالنسبة لدي اس 3 لو ردنا نحسب بالنسبة للكوندكتر سي فراح تشوفون أن المسافة بين سي وسي داش أيضا راح تساوي 8 × 8 × 8 وتساوي 24 متر. لهذا السبب كلها كانت نفس القيمة. نضع الـ DS1 والـ DS2 والـ DS3 تحت الجذر الثالث للنتيجة. هذه هي قيمة الـ DS بالمتر 0.995. بعد ما انتهينا من حساب الـ DS بس نجي نحسب الـ DM. حتى نحسب الـ DM أحتاج أعرف ال DAB وال DBC وال DCA. بس راح نجي نشوف شو حنحسبها هاي المسافات. بالنسبة ال DAB، DAB هذه هي ال DAB قيمتها 8 متر. هذه ال DAB. DAB داش ما بين ال A وال B داش هذه ال D A B داش راح تساوي 8 × 8 × 8 × 8 وتساوي 32 متر. كما تشوفون هنا 32 متر. D A B داش ما بين عفوا A داش B A داش
و B راح تصير 8 زائد 8 وتساوي 16. فنحن تشوفون هنا 16. وأخيرا المسافة بين A داش و B داش، بين A داش و B داش هذه اللي هي 8 متر، اللي هي 8 متر كلها تحت الجذر الرابع، واللي هي نفسها المسافة لو أريد أحسبها بين B و C وتساوي 13.45. هاي بالنسبة مع مسافة AB و BC. هسه أريد أجي أحسب المسافة ما بين C و A. أول شيء عندي C و A، هذه C وهذه الـ A اللي هي 8 زائد 8 وتساوي 16، مثل ما تشوفون أمامكم 16. ما بين C و A داش، C و A داش هذه هي المسافة اللي هي 8، تشوفون 8. ما بين C داش و A داش هاي راح ناخذ الشكل من البداية إلى النهاية، ما بين C و A داش اللي هي 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 زائد 8 وتساوي 40 متر، مثل ما تشوفون أمامكم. وقد عندي المسافة الأخيرة اللي هي ما بين C داش و A داش اللي هي هذه المسافة ما بين C داش و A داش اللي هي 8 زائد 8 وتساوي 16 متر، كلها للأسر الرابع DCA راح تساوي 16.97 متر. أضع القيم اللي استخرجتها اللي هي 13.45 في 13.45 في 16.917 للأس الثالث، أكون استخرجت قيمة الDM. أعوض قيمة الDM والDS بمعادلة الإندكتنس أوف 3 فيز، وتكون قيمة الإندكتنس هي 5.36 في 10 أس ناقص 7 فير متر. وهذا أكون حصلت على الإندكتنس اللي هو رأيته من عندي السؤال اللي هو قايل ليها فير متر. نكتفي بهذا القدر من الأمثلة بالنسبة للإندكتنس of overhead transmission line، وإن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة.